مباشرة إلى ضيفي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ مع سوق الأسهم. مستويات قياسية مستمرة، البعض يحذر منها، البعض يبررها لأنه في نمو في نتائج الشركات وفي أداء اقتصادي جيد. ما رأيك خاصة في الأسواق الأمريكية؟ بالتأكيد يعني نحن عندنا مجموعة شركات الآن من ضمن الداو جونز عم تصدر أرقامها وأرباحها عن الربع الثالث، وحتى الآن الأوضاع إيجابية. صحيح أن الداو جونز يخترق فوق مستويات أو يخترق من مستويات 23500 قريب جدا من هذه المستويات، الآن هي الحاجز النفسي القادم بالنسبة للداو جونز. إجمالا مثل ما ذكرتي البيانات إيجابية من البيانات الاقتصاد الجزئي للولايات المتحدة الأمريكية تأتي بقراءات معظمها إيجابية إجمالا، وهذا ما يعطي التفاؤل أو جو التفاؤل العام، إضافة إلى الآمال بأن يقوم الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة. كل الوجوه الكانديدتس المرشحين لرئاسة الفيدرال الأمريكي جميعهم متجهين إلى السياسة التشددية، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إعادتها إلى مستوياتها قبل الأزمة العالمية الأخيرة عند 5.25% كانت مستويات أسعار الفائدة. بالتالي ما هو قصر المدة التي سوف يتم تحقيق فيها هذا التعافي الاقتصادي والعودة بمعدلات أسعار الفائدة إلى هذه المستويات بلا شك سوف يضغط على أداء الدولار الأمريكي وعلى أسواق الأسهم إجمالا، أن يعني بالاتجاه الصاعد أن تبقي هذا المومنتوم في الفترة الحالية. ممكن يكون في عندنا الكوركشن بسيط ليس عميق، لأنه مثل ما ذكرنا أداء الاقتصاد الأمريكي حتى الآن يعتبر إيجابي. رائد، دعنا ننتقل إلى اليورو. اجتماع ECB يوم غد، اجتماع مهم، ممكن أن نرى يعني تغيير في برامج التيسير الكمي. ماذا تتوقع من هذا الاجتماع؟ بكم سوف يخفض برامج التيسير؟ إجمالا هذا الاجتماع حتى حسب التوقعات لن يقوم بتغيير أسعار فائدة، وكذلك ممكن أنه ما يكون في تقليص أو وإنما تلميحات حول كيفية التقليص مع بداية العام القادم. طبعا دراغي كان ذكر أن شهر نوفمبر سوف يكون هو موعد إطلاق تعديلات جديدة في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي. حجم البرنامج ضخم جدا، 2 تريليون يورو كمية التقليص، حجم التقليص إذا كان يعني ضخم كذلك الأمر، فبلا شك سوف يكون له إمباكت وتأثير كبير. ضخامته بتأتي يعني نحن عم نتحدث ممكن أنه حوالي 50 مليار يورو شهريا أنه يتم تقليصه للبرنامج بهذه المستويات، يعني خلينا نقول أكبر من التقليص الذي أو بحجم التقليص الذي كان يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع الفيدرال الأمريكي عندما بدأ بتقليص البرنامج كان التقليص بحوالي 85 مليار وكان البرنامج أقل من ذلك بكثير. فالحديث الآن هل سوف يأتي، هل وصل المنطقة الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى بيانات إيجابية كافية للتخلص تماما من هذا البرنامج، أم أنه راح يكون في عنا ريوايند للبرنامج بشكل محدود وإبقاؤه عند مستوى معين؟ هذا هو ما نتطلع للحصول عليه. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.